الجزائر ترفض إقامة مراكز للاجئين بأراضيها، هو موقف الحكومة الذي يتجدد اليوم، موقف يهدف لمساعدة الدول التي تشهد نزوح مواطنيها إلى علاج مشاكلهم بدل إقامة معسكرات لاستقبالهم في الخارج. فمقاربة الجزائر حول الملف تتجسد في تجديد رغبتها استقبال مواطنين يثبت جنسيتهم الجزائرية ويتواجدون في الخارج بطرق غير شرعية. هناك في إيطاليا أزيد من 40,000 جزائري في إقامة شرعية وبدون أي مشكل كان، وهناك أقل من 900 شخص الذين يقال عليهم أنهم في إقامة غير شرعية وهم جزائريين. كل من يثبت عليه أنه جزائري طبقا لأعراف القانون الدولي فالجزائر تسترجع أبنائها. قضية المراكز وناس الهجرة الغير شرعية، كل يعرف موقف الجزائر أنها رافضة إقامة هذه المراكز. التعاون الأمني بين الجزائر ودول أوروبية سيتجسد أكثر في قمة باليرمو حول الأزمة الليبية. الوفد الجزائري ليشارك في ندوة باليرمو سيعمل بجانب السلطات الإيطالية لإنجاح هذه الندوة ولإقلاع مسار الحل السلمي في ليبيا. بين الملف الليبي والمهاجرين والتعاون الأمني، تلعب الجزائر دورا استراتيجيا في علاقاتها مع إيطاليا. إيطاليا اقترحت ندوة باليرمو المحددة في 12 و 13 نوفمبر الجاري بدعوة الأطراف المهمة في المنطقة ذات العلاقة بالملف الليبي. أنا مسرور بقبول الجزائر للدعوة التي وجهت لها، ومن المهم أن تشارك في هذه المبادرة وتقدم دعمها المطلق لمساعي الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا. العلاقات الجزائرية الإيطالية المميزة يعكسها أيضاً التجاذب الاقتصادي، فالجزائر أول شريك اقتصادي لإيطاليا في إفريقيا، ويبقى الهدف المنشود رفع حجم المبادلات التجارية لما يفوق 10 ملايير دولار.